السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة. وخليك هنا في زحمة الدنيا والحياة، مواهب كتير ما بتلاقيش فرصتها رغم إنها تستحق مكانة أفضل وتسليط الضوء عليها، إلا إنها ممكن ما تعرفش إزاي توصل. عشان كده قررنا إن إحنا ناخدك معانا للخطوة الأولى في برنامجنا خليك هنا. خليك فاكر إنك ممكن تبقى معانا في الحلقة الجاية في برنامج خليك هنا. وزي ما وعدناكم، برنامجنا كل حلقة شكل وطعم ولون، ولون حلقتنا النهاردة كله فن وإبداع. معنا النهاردة مصمم الأزياء ابن السويس، بلد الغريب وبلد الحبايب، أستاذ حمادة سيد. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، نورتنا. ربنا يخليك يا فندم. أستاذ حمادة، ممكن تعرفنا أكتر عن حضرتك؟ من ناحية إيه؟ شخصية حضرتك، بقالك قد إيه في مهنة الأزياء؟ أكتر من 40 سنة. إيه اللي حببك في تصميم الأزياء الحريمي؟ والدي هو اللي حببني في المجال الحريمي. استاذ حماده، حضرتك قلت لي ان انت كنت مصمم ازياء رجالي من فتره. قعدت 9 سنين، من عام 90 لحد 98. طب ايه اللي بتحاول تحققه من خلال شغلك؟ ان انا افيد نفسي وافيد بلدي، وده انا احاول اعمل ابتكر حاجه او اعمل حاجه تفيد بلدي. مين اكتر مصمم ازياء او مصممه ازياء بتلهمك؟ يعني انا على طول كانت المثل الاعلى كوكو شانيل، دي كانت بحب كلها، بحب موديلاتها كلها. طيب ايه هي قاعده الموضه اللي بتعتقد ان كل بنت ممكن تمشي عليها؟ هي البنت لو واثقه في نفسها من ناحيه الموضه ومتابعه الموضه، هتقدر تلبس نفسها زي ما هي عايزه. ازاي نداري ديفوهات الجسم؟ يعني لو واحده مليانه عايزين نداري الديفوهات بتاعه الجسم دوت، بيبقى من التصميم ولا من خلال ايه؟ هو الاثنين، الكخامه ممكن الفيزون الليكرا، ده اللي بيلم الجسم مع التفصيله مع المدير كمان، فبيدي الشكل اللي انت حباه. طيب لو انا بقى رفيعه. لو ماشي ماشي ماشي، ما انت رفيعه برضو مش. طب قول لي ايه الديفوهات اللي ممكن تداري الجسم الرفيع؟ يعني واحده رفيعه عايزه تعمل لنفسها شويه مليانه شويه، يبقى تختار موديل واسع شويه. يعني في خامه في القماش، في نظام تقليمه في القماش، العرض، الطول، بتفرق؟ لا ما بتفرقش. ما بتفرقش معايا. ولو واحده مليانه برضو؟ قول لنا نصايح، ناس كتير مستنيه الموضوع ده. التخان ولا الرفيعين؟ لسه والله النهارده في المستشفى قالوا لي عايزين نصايح عشان نقل شويه. ممكن بقى القماش اللي ليجن حضرتك، الجيرسي ده او القطيفه، حاليا كنازله موضه السنه دي، فهي ده الحاجه الوحيده اللي بتلم الجسم، جسم المليان. تمام. القصه بقى اللي قلبت الدنيا على السوشيال ميديا، قصه فستان زفاف طوله 3 كيلو متر. احكي لي القصه بتاعه الفستان وانت شاغل دماغك بيه قوي. هو شاغل بيه من بقالي فتره طويله. لان كنت عامل كمان، عامل له دراسه. عامل دراسه جد. كنت عامل له دراسه، وكنت عامل كذا دعايه في فرنسا ومعنا الفيديو على الشاشه، فيديو الفستان. فده حاجه لو اتنفذ عندنا هنا في القاهره، تمام، بشكل مختلف، بنستخدم فيه جميع الانواع. الجبير، في جبير جديد مصري جميل جدا، تمام، عليه لولي الماز، في يعني خامته والشكل بتاعه شيك جدا. ده لو اتعمل في مصر هنا هيلفت انظار العالم كله. بس دوت مصر اتنفذت اطول فستان زفاف في العالم. بس ده تكلفته من وجهه نظرك مكلفه كتير؟ هو مكلف حضرتك، لان ده القماش ده غالي، ولكن لازم يبقى فيه دعم، دعم مادي لتنشيط حركه التجاره. حلو قوي. بمعنى ان لازم يبقى فيه 3-4 مصانع يبقى فيه دعم منهم، تمام، ان هم ينتجوا القماش ده عشان نقدر ننفذ الموديل ده في مصر. طب انت شايف ان انت ممكن، انت ومجموعه من مصممين الازياء، ممكن تتكاتفوا ان انتوا تعملوا الموضوع ده؟ طبعا. طب وجه لهم رساله. اهم حاجه هدفنا او فكرتي او هدفنا كلنا ان احنا نلفت انظار العالم ان في مصر حاجه اسمها موضه.
ان مصر عملت اطول فستان زفاف في العالم باقمشه مصريه، بنستخدم فيه جميع انواع الاقمشه، طل، جبير، شيفون، كل حاجه. دي نفس الخامات اللي استخدمت في الفستان والاستراس. لا الفستان ده حضرتك ده فستان تقليدي عادي، ده اكتر يعني مثلا 20 طوب قماش وكله هو موضوع متوصل ان في هو بعض كان وطويل بس. كان طويل جدا لا احنا بقى الديل بتاعه. فستان تقليدي، اما احنا بقى بالنسبه لنا عندنا افكار جديده ان احنا ننافس الفستان ده بافكار مختلفه عن اوروبا. تمام. بمعنى ان نشوف رمز او نشوف حاجه شكل هندسي جديد وننفذ المشروع نعمل ده حاجة جديدة او نعمل حاجه جديده. لما مصر تعمل اطول فستان زفاف في العالم باقمشه مصريه اكسسوار مصري هيلفت انظار العالم، لان ده فستان تقليدي واخد جوائز بالفعل. يعني معمول من 13 سنه وكانت مصممه ازياء اسمها بس ايه رجع ورومانيا. دلوقتي الفكره بتاعته ان هو رجع دلوقتي الناس مبهوره بيه. هو الناس مبهوره بيه حضرتك، بس هو ممكن هم تقليدي. حابين ان هو يتعمل عندنا هنا في مصر. هو ده لو اتعمل حضرتك هنا عندنا هيلفت انظار العالم. تمام. جميع مصممين ازياء مصر حضرتك لازم يشاركوا في الموضوع ده، من اصغر واحد لاكبر واحد، لان احنا كلنا هدفنا ايه؟ مصر بلدنا. ومعانا المكالمه المستشار احمد حزيم. الو. ايوه ازاي حضرتك سياده المستشار؟ ربنا يخليك، اهلا بيك استاذ المشاهدين. معانا استاذ حماده سيد، طبعا غني عن التعريف. طبعا كان عنده فكره هو هيقولها لنا، اتفضل استاذ حماده. ده يعني هو يعني فكره كده جايه لي ودماغي بقى لها سنتين، مشروع تريفليك بيدور حول الاهرامات، اهرامات تمام. الجيزه تمام. وابو الهول بالميم مش بالنون. وتغيير الرمال ببلاط فرعوني. تمام. نغير لون الاهرامات لون ماء الذهب، نخلي الاهرامات دي حاجه كده جنه، ناخد حاجه رأي كده زي سيادة اوروبا. المستشار، سيادة المستشار ايه رأي حضرتك في مشروع التلفريك اللي ممكن يبقى في الاهرامات؟ شوفي انا هقول لحضرتك، طبعا الاهرامات دي من عجائب الدنيا السبع. تمام. وكل العالم كل حضارتنا الثقافيه في الاهرام وفي طيبه في الاقصر وهكذا، وبالتالي عليك اقبال شديد. بما انك بتتكلمي على عاصمه سياحيه، تكلمي على ثلث اثار العالم مش بس في الاهرامات، منطقه الاهرامات اريا واسعه جدا، وبالتالي ان انا ادخل عليها تلفريك، ادخل عليها مشاهد من اعلى ومن اسفل، دي افضل تسويق لمصر. حلو. مشروع بيزود كميه الزائرين للمكان. تمام. سواء طبعا لما تقدر تعمل تلفريك ومحطات زي بعلبك في لبنان وهكذا، بيبقى ده كلام بيضيف جمال ما بين الحضاره وما بين التقنيه الحديثه، كلها افكار بتزيد عدد زائرين السائحين، بتضيف جمال المكان، بتضيف ايراد للسياح لانه اهم الايرادات المصريه من العمله الصعبه، وبالتالي كل الافكار قبل مساله بقى متعلقه بالتكلفه، متعلقه بالشكل الجمالي، متعلقه بالحفاظ على الاثر نفسه، لكن انك تضيف ليها فيجن ورؤيه ومكان ده شيء طيب. ودايما احنا نبحث عن الافكار البكر تمام اللي في ادمغه الشباب، ومفيش حاجه صعبه تدرس تحط لها اليات تنفيذ، تحط لها تكلفه، تحط لها الشكل الجمالي، كل الدنيا بتعمل كده. هي فده نفس كلام فكرة. طيب وجميل، ولا نستهون بالافكار، كل الافكار بتبدا كده زي فاكهه بكر وبعد كده بتبقى ليها جمالها وليها مردودها وليها عوائد. يعني حضرتك شايف ان ممكن الموضوع فعلا يتدرس ويتنفذ يا فندم؟ طبعا المساله انك انت مش بتعملي حاجه غريبه، كل فكره عظيمه بدات، حتى الاختراعات بدات بفكره لا يتقبلها الاخرون، لان المبدع دايما العقول العاديه بتنظر على انه ده كلام خيال، ده كلام ما ينفعش، ده كلام. حضرتك مثلا من كام سنه لو كنت قلت لك في ايدك موبايل حته حديده بتتكلم فيها العالم كله، بتشوف العالم كله، كنت هتقول ده نوع من الجنان. وبالتالي كل الافكار بتبدا كده، علينا ان احنا نحترمها، نحطها للدراسه، نشوف عوائدها، نشوف تكلفتها، نشوف شكلها الجمالي تمام، وبالتالي ليه لا نضعها على 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 محك الدراسه ومحك التنفيذ. هو طبعا فكره من ابن السويس. انا عامل كمان دراسه كمان ان برضه يبقى فيه على النيل، يمشي برضه على النيل، كل يعدي النيل الورده مش الاهرامات بس، لا ده في برضه منطقه معينه عامل لها دراسه ان يعدي برضه ريفليك على النيل. حلوه قوي.
احنا اتعلق دايما عند حضرتك في بنستعمل. المكسيك عاملين 3 أهرامات تمام. يعني تعبانين، انما وعامل لهم اللي موجوده جناين في الصين وعامل وفي لهم حاجات المكسيك جميلة. باكتر من دوله، من كتر ما هي شيء مهم نبذل الاهرامات وبنلف في بلد ثاني. سيادة المستشار، طبعا مش غريبة ومش بعيدة على ابن بلد الغريب، طبعا ابن السويس بلد الحبايب، ان ربنا هو يخليك، ربنا يفكر يخليك. افكار حبا في مصر. الحمد لله ربنا يعني. يعني هو حضرتك طبعا طالما جبت سيرة السويس، يعني السويس. سمعني، ايوه ما حضرتك فالسويس دي أدت ما عليها من ضريبة نضال لمصر على طول اكيد التاريخ اكيد القديم والحديث. اكيد السويس بلد او محافظة من اكبر المحافظات اللي بتساهم بالايراد العام للدوله في ميزانيتها حوالي 18.2%. السويس مدينه لها مستقبل وصفحه في تاريخ العالم اللي قال تاريخ، فالسويس دي حاجه يعني اللي يطلع من ولادها مبدعين ومناضلين ومثقفين وسياسيين، ده الامر الطبيعي يعني. يعني السويس دي اصلها عشق خاص. أستاذ حمادة بيسأل حضرتك إيه رأيك في الأفكار بتاعته؟ ألو؟ ألو؟ إيه يا أستاذ أحمد؟ أيوة يا أستاذ حمادة، أنت منورنا والله. ربنا يخليك يا حمادة وبالتوفيق، وأنا مبسوط إنه إنك أنت عندك الجرأة إنك تدافع عن أفكارك، وإنك عندك مثابرة إنك توصلها لكل الناس ولأولي الأمر، وده أي دولة في العالم بتنمو بأفكار ولادها ومبدعيها. وربنا يوفقك يا حبايبي. ربنا عليك يا استاذ احمد، انا بعت حضرتك فاكس لرئاسه الجمهوريه بالمشروع. مش سامع؟ يعني بعت لحضرتك، بعت انا فاكس لرئاسه الجمهوريه ووزاره السياحه والاثار السنه اللي فاتت بالمشروع. ما انا بقى ان شاء الله. انت ومفيش استجابه ليه يا استاذ احمد؟ طيب. يا سيدي احنا بنحاول مره واثنين وثلاثه، ما هذه المسافره وده الصبر على ودي القناعه. مرة ما جاتش المرة الثانية هتيجي، وادي النهاردة انت برنامج على الهواء والناس شايفاه كلها بتتفرج وهيبقى على اليوتيوب، يعني المحاولات معلش هو في شوية بطء في اتخاذ القرارات، لكن في الآخر أنت بتساهم والأفكار بكري موجودة على والنهاردة في السوشيال ميديا تقدر تحتضن هذه الأفكار ولغاية ما ربنا يوفقك وتلاقي اللي ينفذها يعني. ربنا يخليك يا أستاذ أحمد. سيادة نشكرك على المداخلة التليفونية الجميلة دي. شكرا لحضرتك سيادة المستشار، ونورتنا وشرف لينا وجودك معنا في الحلقة. أستاذ حمادة، أستاذ حمادة، إيه أكتر الأشياء بقى اللي بتلهمك؟ اللي بتلهمني؟ من ناحية يعني إن أنت تبقى قاعد حاجة تلهمك تصممها، إيه أكتر موديل مثلا لفت انتباهك وحبيت إن أنت تصممه؟ اكتر موديل اخد، ان انا عرفت ان في موديل اخد من وقتك وقت كبير، جات لك فكرته منين؟ انا عامل فكره فستان بقالي بتاع 3 سنين شغال فيه لحد دلوقتي. اللي انت قلت لي عليه، الفكره بتاعته جات لك منين؟ من دماغي كده، مثلا ما عنديش شغل فبجيب القماش وبجيب قماش تاني وبقعد. ده هاند ميد صح؟ كله هاند ميد؟ مش كله، لكن كله ألماس ولولي، وعامل له رسومات ومستني بقى في حاجات تانية برضو كل شيء بيجي لي. انا ممكن اعمل له زي ايه، زي لونات صغيره كده، علشان لو انت مثلا نور قطع الفستان ينور لوحده. حلوه حلوه الفكره دي. انا كمان حضرتك ده سواريه؟ هو سواريه. حلو. انا عامله كمان ليجن ولونه احمر. تمام. انت معايا؟ وعامل له اكسسوار كله ذهبي. حلو قوي. ولولي يعني بس دلوقتي هو صغير. في لمض، هي مثلا هتحط الفيشه ولا لا؟ لسه بحجاره ببطاريات صغيره، حجاره صغيره. تمام حلو قوي. فهو ايه زي ما تقولي كده، كل فتره كل شهرين ثلاثه اعمل فيه حاجه. طيب جميل يعني جدا. يعني ما عنديش مثلا في عندي فراغ امسك الفستان ده حضرتك. انت مش عايز تخلصه مره واحده عشان تطلع كل الابداع والفن اللي جواك في التصميم ده؟ انا بقالي 3 سنين والله حضرتك شغال فيه، بس كل 3 4 شهور يعني. هننتظرك حلقه تكون صممت الفستان إن شاء وهيبقى الله. حصري لينا باللون. خليك هنا باللون كمان. طب باللمض. يعني نور لو قطع حضرتك كده في حاجات زي زرار كده الفستان ينور لوحده. يعني لو هي واقفه في فرح والنور قطع، او هم بطفيين النور، هي لوحدها اللي تبقى ما هي لو لسه عليها سبوت.
حلو جدا، حلو يعني حاجه حلوه، فكره جديده طبعا. وحضرتك كمان برضو، انا الحمد لله كنت في افضل خياط في القوات المسلحه المصريه ما شاء الله عام 96 98 ما شاء الله، وكنت برضو اشهر خياط او اشهر مصمم ازياء حريمي في محافظه السويس عام 2000 2007. حلو قوي. وبعد كده امتنعت بقى يعني لحد ما ايه بتفكر في كم مشروع كده برضو يفيدوا بلدي. طيب تمام استاذ حماده، دلوقتي انا جبت لك قماشه هي مش غاليه، وعايزاك تفصلها لي موديل عالي زي مثلا موديل الفنانات المهرجانات، بالفعل ولا بتبقى القماشه بتتحكم في التصميم؟ لا هو برضو حضرتك في، ولا هي بترجع ليك انت للفن اللي جواك انت؟ هو بيرجع فعلا الفن، اللي ممكن تكون قماشه رخيصه والواحد يطلع منها فستان جميل جدا. هديك مثلا حضرتك صغير كده، اتفضل. فستان مثلا الفنانه الكبيره رانيا يوسف اللي هو الاوف وايت، اه مش الاسود، الاوف وايت، اه الاوف وايت الاخير. اه تمام. دي القماشه ديت اسمها ليكرا اسكودا، اه اللي هو كان من تحت. اه ايوه من تحت ليكرا. ليكرا ليكرا اه ليكرا اه، ومن فوق كان في ستراس من فوق كده، اه اللي فوق حضرتك جوبير مقلم. فهو ده يعني سعره مش يعني مش عايز اقول سعره بكام في الازهر، لكن اللي حابب يعمل زي نفس الفستان ده الازهر في نفس منطقه الازهر في الحسين. انا جايب زيه وعامل زيه وبعت لحضرتك بين صوره بنفس نفس التصميم بالظبط. تقريبا كلفك قد ايه؟ انا هو كلفني 1200. حلو جدا. ده انا بس عشان فاتح مكان يعني على قد، والحمد لله يعني تمام. راضي بيه، ربنا يوسع عليك. ربنا يخليك. ولكن في مكان اقيم ومكان تاني، فما ينفعش يعملوا كده. حتى هو لو هيقول لها هيتكلف 10000 هتقول له لا. لا 50000 جنيه هتدفع. ليه بقى؟ المكان والاسم، المصمم الازياء او المصممه الازياء اللي هي بتتعامل معاها امكانياتها بتسمح بكده، وممكن تكون برضو جايبه قماشه اغلى من كده. تمام. يعني الله اعلم برضو ورسول الله. انا بقول على وجهه نظري والحاجه اللي انا شفتها وجبتها وعملتها. فانا بتكلم على قد ففي قماش غالي برضو حضرتك مش يعني، هو اللي هو التصميم، هو التصميم في حضرتك انت برضو قماش المتر بيعمل 10000، بيعمل 20000، بيعمل 30000 القماشة نفسها. يعني ايوه انا عايزه افهم بس عشان الاسعار الفساتين اللي احنا بنسمعها خياليه، فاحنا بنتكلم برضو هي بترجع للتصميم الخامه نفسها والتكلفه اللي في القماشه نفسها. ما هو برضو في حضرتك على حسب الاكسسوار اللي فيه. في قماش بيجي فيه لون طبيعي من بره مش من هنا. فده ليه سعر تاني. تمام. في حاجه حضرتك هنا يعني في جوبير انا عامل فستان بزفاف الواحده كلفني 13000 جنيه. تمام. والقماش حضرتك برضو غالي ولكن واخد قماش كتير. طب احنا معانا صور للفساتين ممكن نشوفها؟ ماشي اتفضل. طيب استاذ حماده ممكن تعلق، استاذ حماده ممكن تقول لنا بقى موضه 2021 القماشه القطيفه. القطيفه في قطيفه ليكرا وفي قطيفه عاديه فرنساوي اللي هي بتبقى خفيفه شويه. ايوه اه وليكرا وليكرا صح. وفي برضو قطيفه بيض برضو مشجره جميله جدا، وفي من نازل منها برضو مقلم، وفي منها كروهات. تمام. قطيفه بيض كروهات دي برضو شيك جدا، لكن دي موجوده في محلات معينه في عباس العقاد. يعني طيب استاذ حماده فاصل ونرجع تاني، فاصل وراجعين لكم تاني، خليك هنا.
ورجعنا لكم تاني، وخليك هنا مع استاذ حماده السيد مصمم الازياء ابن السويس، منورنا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. استاذ حماده بقى، ايه هي الوانات الشتاء؟ الاسود حضرتك ده رقم واحد. تمام، الاسود ده اساسي صيف وشتاء. لا، لكن في السنه دي حضرتك لفت انظاري جميع الممثلين، جميع الفنانين، جميع المطربين لابسين اسود. تمام، معنا صور الدريسات او دوت الفستان دوت. شيك جدا وبرنسيس رهيب. دوت تصميم الديل بتاعه بيتشال وبيتركب صح؟ في كده، في درس، في فساتين كده. ما ينفع. تمام، وده انت ممكن تصمم حاجه زي كده؟ لا هادي جدا، لا يعني ده حاجات بسيطه. تمام، لا شيك ورقيق. ودوت على اي جسم رفيع بيديله، وده برضو شيك جدا. تمام، يعني حاجه زي كده تاخد منك وقت قد ايه؟ على حسب العمالة اللي عندي، ممكن ياخد يومين. فعلا لو عندي عمالة، في عندي عمالة ياخد يومين. حلو، لا هادي جدا ده، وده برضو شيك قوي. الاسود اللي انت بتحبه؟ لا هو ده، هو الاسود هو ملك الالوان طبعا. ما هو وزيت ده زيتي حضرتك، زيتي. زيتي مش اسود؟ لا زيتي، هو عشان الصورة غامقة شوية. طيب أستاذ حمادة، دلوقتي احنا داخلين على فصل، أو احنا بالفعل في فصل الشتاء، عايزين نعرف بقى هل السلوبتات موضة؟ لأن السؤال دوت متسألي، السلوبتات هي كانت موضة في الصيف. تمام، مش في الشتاء. يعني لو واحدة مليانة، هي مليانة عايزة تسأل، لو هتلبس سلوبت هتظهر الديفوهات بتاعتها؟ لا برضو هي ترجع للخامة؟ لإما لو هي حابة تعمل حاجة في الشتاء القطيفة. برضو القطيفة. القطيفة هو ده الحاجة الوحيدة اللي بكل بنلم أنواعها الجسم، بقى الجسم المليان. تمام، أستاذ حمادة إيه طموحاتك؟ طموحاتي؟ طموحاتي ملهاش حدود والله. عايز أسمع بقى. طموحاتي في بلدي حضرتك والله. نفسي أشوف بلدي أحسن بلاد الدنيا كلها. إن شاء الله. وربنا يعفيها من الوباء اللي إحنا بنمر بيه، أزمة. وهتعدي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى حامي مصر وحامي شعبها. هتعدي ازمه، هتعدي ان شاء الله. وبرده موضوع ان شاء الله التلفليك ده، انا عارفه ان الموضوع دوت ده موضوع سياحي، وبعدين كمان عامل صيغه، صيغه ودراسه جميله جدا، يعني الغاء جميع العشوائيات مثل ركوب الكارته، ركوب الجمال، مع تعويض اصحاب هذه المهن الجميله بمبالغ ماديه او توظيفهم في اماكن اخرى. ونخلي كده منطقة الجيزة ومنطقة الأهرامات دي حاجة كده. بس أقول لحضرتك على حاجة، أنا كنت في الأهرامات من يومين ثلاثة، سرحت في المشروع بتاع التلفريك، لقيته هيبقى حلو جدا، بس حتة الكارتات يعني إحساسنا، إحساس في حاجات داخلي حضرتك أحدث، فيها حاجة حلوة قوي. ما هو احنا بقول لحضرتك ايه، هي ممكن أصحاب موضوع المهن عشان الجميلة. تمام، مهن جميلة، ولكن حضرتك في تطورات، في تطورات. روحي كده، روحتي فرنسا؟ شفتي برج ايفل حضرتك؟ لا ما رحتش فرنسا لسه. لا ربنا يسهل وتروحي ان شاء الله قريب. حضرتك حاجه جميله جدا، روعه. ما تلاقيش حضرتك ورقه مرميه، ما تلاقيش موتوسيكل معدي، ما تلاقيش عربيه. اكيد طبعا، حاجات، حاجه كده تروحي تتباهي ان انت في دوله اوروبيه. طب ليه ما نعملش من حقها شديده في بلدنا احنا؟ ان شاء الله، ان شاء الله بنتمنى يا رب كده كل الامان الحلوه لمصر تتحقق. وانت نورتنا، ربنا يخليك يا فندم. وكمان برضو فكره الفستان ده لو اتعمل هنا في بلدنا هتتعدى العالم كله ان شاء الله. احنا عندنا هنا حضرتك برضو مصممين ازياء معروفين على مستوى العالم. اكيد طبعا، عندنا مصممات ازياء برضو ممتازين جدا معروفين على مستوى العالم. عندنا اقمشه جميله جدا، عندنا مصانع، عندنا افكار مصريه. ليه ما نحققش وما نعملش حاجه تلفت انظار العالم؟ ان شاء الله حلمك يتحقق، ان شاء الله ربنا يخليك. ان شاء الله حضرتك ان شاء الله نورتنا، ربنا يخليك. تحيه من عندنا للسويس. ربنا يخليك، وانا بشكر قناه الصحه والجمال، قناه جميله جدا، وقناه ربنا كده يديها. تحياتي بقى للسويس، الاعلامي الجميل احمد صديق، والاعلامي علي الضماطي، تحياتي ليكم، شكرا لكم ونورتوني.